المعارضة يعني حمل الناتو على تغيير لهجته تجاهه، بدليل أنه تمكن أخيرا من استخدام طائرات دون أن يبدو أن هناك رادعا لفعله. نظام مجرم كهذا يناور يلعب بكافة السبل، بالإمكان أن يحقق بعض الشيء، بعض المواقف هنا وهناك، لكن لا أعتقد أن هذا سيستمر طويلا. قصف الزنتان يفرن محاصرة، ضرب النفط، إغراء الشباب بالمال، هذا النظام الذي أدعى القومية العربية سنين طويلة ينحصر في 100 رجل يقول أنهم قبائل هكذا يفكر. ثم تخيل، أنت نقلتنا إلى مسألة مجلس القبائل الذي دعت إليه طرابلس، ماذا يمثل هؤلاء وكيف ستكون نتائج اجتماعاته؟ مجموعة من الرجال القدامى موجودين في المؤتمرات الشعبية يمثلون أنفسهم بالقطع الشعبي الليبي قبيلة واحدة. أنا أريد فقط أن نقرب المشاهد من حقيقة النظام القائم أو من حقيقة عصابة قذافي باب العزية. أمين القومية العربية يجد نفسه محصورا بين 100 رجل يسميهم قبائل، يريد أن يتفه الشعب الليبي ويجعله شعب متخلف تماما. فبدل من أن تكون هناك دعوة لأحزاب أو لقوى سياسية أو نقابية، يأتي بموت 100 رجل ويقول، يركزون على منطقة الشرق بالذات، يتناسون ما يحصل في الزنتان ومصراته، قائدا للفتنة، يقود الفتنة. ثم قبل ذلك بأيام سمعتم عن وفاة سيف العرب وأحفاده، لا أحد مات من أسرة قذافي على الإطلاق، حتى عظام أزقية الثورة للأسف الاثنين اللي حضروا ماشيين في جنازة وهمية يكذب على الناس لدر الاستعطاف من الليبيين ومن الأجانب، صدقوني لم يمت أحد. وإذا كان للعروبة هل سنسمع ردا من المجلس الانتقالي على الاجتماع طرابلس قبل أو ما سمي اجتماع طرابلس؟ لا يعني كثيرا رد، لا يعني كثيرا على الإطلاق، لم يقدم شيء اجتماع طرابلس. يعني المؤتمر الوطني الأول للقبائل، نحن لا نعرف هذه اللغة على الإطلاق، هذه ليست لغة العصر، نحن مدن، لو كانت المدن الليبية، لو كانت كذا، ما قيمة أن أجمع 100 رجل من رجالي وأقول هؤلاء مؤتمر القبائل، ماذا تعني بالنسبة للعالم؟ للأسف المسكوت عنه في هذه اللقاءات والذي يجب أن ينتبه إليه الناس هو كيف يفكر هذا الرجل. يعني محلول المشكلة، يطلع 7 المفسدين في الأرض وتنتهي المشكلة إذا كنا بصدد حل المشكلة. يبدو أنه نجح حتى الآن في أن يبعد غائلة المجتمع الدولي كما يمكن، يعني إذا أمكن القول. لا لن يبعد ذلك، لن يبعدها على الإطلاق، لن يحكم ليبيا، هي مسألة وقت. البحث الآن عن مسألة سياسية ومخرج سياسي يحفظ ربما ماء الوجه للرجل، أو تحت القرار 1973 يراد الإسراع بمسألة حماية المدنيين ليس أكثر. هذا الرجل لم يعد له في ليبيا مستقبل ولا في غيرها، الرجل خصم للإنسانية وليس للشعب الليبي، وأعتقد أنها مسألة أيام. لابد من البحث فعلا عن ما يحفظ الأمن بعد سقوط القذافي في طرابلس، ونحن تجاوزنا هذه المسألة، نحن الآن نتحدث عن ما بعد القذافي. صدقني هذا الذي يحدث في مصراتة فقط يرفع من قائمة الأدلة لمحكمة الجنايات الدولية، هو الآن ينهض بقائمة الأدلة إلى عدد آخر، لدينا من الأدلة ما يكفي والقرائن لا تكفي، هو الآن يقيم أدلة جديدة لتكون شاهدا عليه هو وأولئك الذين سيستدعيهم مكتب المدعي العام. شكرا لك الناشط والمعارض الليبي محمد العلق.